بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم الخميس 29 ماي 2014، هو اليوم 14 لدخول الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي ابتدأه يوم الجمعة 16 ماي 2014، الذكرى الأولى لاعتقاله. وهو دخل في هذا الإضراب للمطالبة بإطلاق سراحه تماشيا مع القرار الأممي الذي صدر منتصف شهر يناير من هذا العام، والذي طالب بإطلاق سراحه وجبر الضرر الذي لحقه. وقد زكاه البلاغ الأخير لمنظمة العفو الدولية، أو على الأقل في ظل اللامبالاة التي يعيشها في زنزانته الانفرادية، أن يتم التجاوب مع مطالبه داخل السجن وتمكينه منها. صحة الحسناوي اليوم متدهورة، وقد بلغت حدا خطيرا لزم التدخل الفوري لأجل إنقاذه لا قدر الله من أمراض مزمنة أو من موت محقق، خصوصا إذا علمنا أن الكشوفات الطبية التي يتلقاها أي مضرب عن الطعام لا يتلقاها الحسناوي. الحسناوي مهدد بإغماء مفاجئ قد يتسبب له في أخطار، وقد يؤدي إلى موته لا قدر الله، خصوصا إذا علمنا أنه في زنزانة انفرادية لوحده لن يعلم أنه وقع له هذا الإغماء، وحينها سنكون أمام فضيحة دولية إذا فقدنا حياة هذا المواطن. ولا ينبغي أن ننتظر حتى يتدخل الشرفاء ويتدخل المناضلون للدفاع عن هذا الصحفي والحقوقي، يعني لن ننتظر حتى ينهار أو يموت لا قدر الله ثم نتدخل، بل ينبغي لزاما على كل شريف وعلى كل حر وعلى كل مدافع عن المظلومين أن يتدخل ويدافع عن هذا الأخي وعن هذا الصحفي الذي أدين بتهم هو بريء منها. اليوم أطلق نداء لكم حتى تتضامنوا معه وتدافعوا عنه بأشكال حضارية، إما بالصورة أو بالكتابة أو بالمقطع المرئي. أخيرا أقول، أطلقوا سراح الحسناوي، أنقذوا حياته، أنقذوا صحته من خطر محقق.